لو هنتكلم عن اكتر دور او عمل قريب لقلبك هيبقى ايه؟ ليالينا 80. بص من غير ما افكر. ليه؟ انت ما فكرتش فعلا. انت محضر الاجابه. اكتر دور عملته وبحبه في حياتي. ليه؟ ليه؟ اولا ده اول فيلن عمله في حياتي. ماشي. اول فيلن. انا بعديها جالي سلسله بقى الناس اقتنعت، وهنا يعني بجد فرصه ان انا اشكر احمد صالح. احمد صالح ده عينه حلوه وعنده افكار جديده وعنده استيعاب للممثل. هو وقف جنبي بشكل مريب. هذا الرجل ما كانش يعرفني تماما. انا رايح له ضيف في مسلسل ايوب اعمل 6 حلقات. بعد اول شوط انا والراجل ده بقينا لا خمس ده حبيبي ده مخرج شاطر وانسان بالظبط، لانه قرر بدون اي مقدمات وبدون سابق معرفه ان محمد علي رزق ده موهبه تستحق ان انا اقف جنبها. بقولك فمن 6 حلقات في ايوب ليه رؤيه برضه لقيته بيديني 60 حلقه في بحر. بعديها بطوله في ابو جبل. بعديها لما بعتولي في ليالينا 80 انا فاكر اليوم ده كويس. انا شخصيه اسمها مرتضى الشبراوي، وفي شخصيه في الورق اسمها راضي. فلما قالوا انت هتعمل مرتضى روحت ماسك السيناريو بقى الحلقات بفتح اقرا، فلقيت مرتضى ده كتير قوي كتير وفيلن. راضي كتير برضه، وراضي ده طيب وغلبان. فانا قلت هم اكيد غلطوا، ما انا ما بعملش غير الطيب. فهم فين عينك زرقاء؟ شعر طيب عينه زرقاء؟ يعني شفتها فين طيب؟ يعني شفت واحد طيب في حياتك عينه زرقاء؟ انا لا غيرك. فكلمتهم قلت لهم انتوا غلطانين صح، انا راضي مش مرتضى. فقالوا لي لا مرتضى. قلت لهم يا جماعه ما تهزروش. كانت مفاجاه بالنسبه لك حجم الدور؟ حجم لا النوع. نوع نوع. انا بقول لك الاثنين ابطال. يعني ميدو عادل كان عامل راضي وانا عامل مرتضى. فقفلت مع الانتاج، كلمت حمص قلت له هو انا هعمل مرتضى بجد ولا انت بتشتغلني؟ انا فرحان. قال لي انا زهقت منك بقى، انت طيب طيب طيب، اعتقد جه الوقت ان احنا نجدد. قلت له هو انت واثق ان انا هعمل الدور ده حلو؟ قال لي جدا. فاداك بوش اكتر بقى ان انت فعلا تقدم. ذاكر وكلمني بالظبط. فهذا الرجل ليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. انا لا انكره تماما. فانا مرتضى شبراوي اقرب دور لقلبي. يجي بعديه على طول اكرم في شبر ميه، لان كان اول مره هنا اعمل دور انساني. اب زوجته متوفيه وعايش ببنته وبياخدوا بنته منه وعلاقته ببنته علاقه جديده عليا. فكان ده يجي في المرتبه الثانيه، بس اهم حاجه بالنسبه لي مرتضى شبراوي. انت عملت كام عمل تقريبا؟ مش عايز اقول لك انا عملت اعمال كتير بس هو كتير. انا فنان كبير على فكره. جدا جدا. لا طبعا لا فنان كبير جدا. في الشيء حسيت انه انا ما شفتش نجاح كده. عملين بس هقول لك حاجه بدون جبل الحلال. ايوه جبل الحلال طبعا. الاعمال اللي انت قلت بتحبها اعمال حلوه جدا، ولكنها ما لقيتش النجاح الجماهيري الكبير بتاع عملتها. اكيد انت بتكلمني على الادوار قريبه قلبي. ما انا بقول لك عشان كده. لكن لو هتقول لي نجاح جماهيري، انا حتى يومنا هذا انا الناس بتقول لي في الشارع يا عطيه جبل الحلال. جبل الحلال طلقها بدل ما طلق. فلا يعلى على جبل الحلال جماهيريا. في الجماهيريه يجي بعديه الاب الروحي وايوب. الاب الروحي حلو جماهيريا بالتحديد. ويمكن وشبر ماي وايوب. ايوب كان 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 نقله كبيره جداً. حتى مع مصطفى شعبان، رغم انه كان 6 حلقات بس. المسلسل كله نجح جدا. الناس كانت بتتعامل معايا ان انا واحد من ابطال العمل. أستاذ مايكل ده مع إنه مات في الحلقة السادسة. أيوة طبعا. لا أنسى مكالمة مصطفى شعبان يوم 5 رمضان، كان في السعودية بيعمل عمرة، كنا خلصنا وسافر يعمل عمرة. قال لي مصر كلها هتعيط. قال لك كده؟ كلمني نفس المكالمة. بجد والله؟ قال لي هعيط مصر كلها بكرة، قلت له قال لي محمد علي رزق أيوة. هو كلمني مكالمة أنا لا أنساها، قال لي جاهز؟ قلت له جاهز ليه؟ قال لي بكرة، تكسر مصر بكرة. حصل والله كلمك كويس. قال لي يا ابني وانا هجاملك ليه؟ انا وانت بطل العمل وانا شغال معاك مثلا فبجاملك اقول لك كلمتين مجاملين. لا لا خلاص انت بكره افتكر انا هستنى تليفونك بكره. وكان انا طبعا قفلت المكالمه وسامحني يعني يا رب ما صدقتوش. دخلت اتسحرت ونمت وصحيت فطرت ونزلت. رايح اخرج مع اصحابي. ما اتفرجتش اصلا. ما اتفرجتش.
وفجأة ترن ترن تين تين نوتيفيكيشن فيسبوك مكالمات ايه في ايه نجاح ايه ما بقتش فاهم فيه ما بقتش فاهم نجاح.